عندنا الصدر او النبض. هاي فتره هسه يعني ما قبل يعني التزهير وبعد التزهير، يعني الرشه مثبت ازهار او مثل محفز ازهار. هسه احنا هاي قلمناها الغصون مثل اليابسه، نبدي نقلمها خاطر شويه اسمه يصير بيها دفع نمو جديد. هسه عندنا نمو جديد فما نخليها، الافرع الزايده والتعبانه كلها نذبها. هذا التقليم بهالشكل هسه هذا مبين نمو جديد، كله نمو جديد. فاحنا هسه رشيناها، هي افضل وقت مثل رشها مبيدات هاي، يعني رشيناها 3 مرات مبيد حشري على مود فتره تزهير بعد ما نقدر نرشها. فهسه قبل التزهير الرشه عندنا هذا محفز ازهار، وبعد التزهير هم الرشه. فهذا هسه هذا النمو بهالشكل، هذا هاي بدايه التزهير. هسه هاي هسه هذا بدايه التزهير. هاي فتره التزهير عندنا هسه بنصير بها فتره ازهار، يا اما نقلل الماي بصوره يعني كلش قليله، او مثلا هاي فتره التزهير مثل هذا الشهر نقطع عنها فتره التزهير. هي اكثر تستمر فتره التزهير يعني اكثر من شهرين، يعني هسه هذا مثل نهايه التاسع العاشر لل11 يصير عندنا ازهار مستمره. فش نسوي احنا؟ نكافحها اول مره مبيد حشري فدت 3 مرات مثل كل 10 15 يوم نبدي نكافح. والنوبه مثلا ورا ما نبدي قبل لا يصير مرحله التزهير الرشه محفز ازهار او مثبت ازهار، وبعدها هم من رشه. فهسه هذا راح نستخدمه، احنا هسه رشيناها وهاي الرشه الثانيه راح نرشها. هسه هاي بدايه الازهار يمكن مبينه واضحه، بس بعد ما متفتحه هاي هنا أنا. هاي الازهار بالصوره هاي. فهسه احنا راح نستخدم هذا المثبت الازهار او محفز الازهار. هذا الشكل مال هذا محفز ازهار ومثبت ازهار، يعني هذا خلينا يعطي هاي المعلومات مالته. هذا اسباني صحيح سعره غالي، بس هذا حتى لو نستخدم نستخدم شيء قليل فيعطينا يعني ازهار ويحفز على الازهار. وهاي الطريقه راح نستخدمها. هذا عندنا 20 لتر هنستخدم لها ملعقة طعام. هاي بهالشكل، هذا قبل التزهير وبعد التزهير رشي. فترة الرش بيه يعني أفضل وقت للرش، يعني مثل الريد هاي دائما يعني الأسمدة المبيدات اكثر شيء يعني افضل وقت قبل الغروب، يعني هذا المبيدات خاطر يظل فتره طويله. اما هاي مثلا الاسمده اللي ورقيه دائما الرش مالتنا يمتى يا وقت الوقت تنفتح به المسامات الورقيه الصبح، يعني من وقت وقبل الغروب الشمس. اذا صار عندنا مثلا يوم رياح قويه ما نقدر رش، هاي المسامات تنسد ما راح تستفاد يعني مثل الاشجار والنباتات. فافضل شيء الصبح والمغرب ويوم الهواء ما رش، نتجنب هذا. هاي عندنا فار شحن دائما، هاي سهوله يعني استخدام واسرع. هاي هسه هي تسحب الضحايا. هاي عندنا نوزلات 2 بيها، هسه هذا ينطينا رذاذ وذاك ينطينا مباشر، فاحنا نستخدم هذا احسن. الاوراق نرشها من فوق نحاول ومن جوا. هاي بهالشكل هذا، لان كاننا جاي نغسل غسل. هاي بهالشكل هذا، نحاول الاوراق نغسلها من جوا ومن فوق.
خاطر يصير بيه امتصاص من العناصر. هاي عندنا اليوم 22 تسعة، وهاي عندنا هاي نبق هذا هالشكل هذا، وبيها ازهار، يعني بيها ازهار، بدت بيها بالازهار وبيها عندنا نبق. هاي رغم احنا قلمناها بيها كان نبق وقصيناها، الغصون الزايدات كلها قصيناها. هذا نسميه احنا حمل الدود، احنا نسميه يعني هذا مو حتى لو يستوي ما يصير بيه طعم. فهذا هسه اللي يبدي هذا النبق الجديد يصير طعمه يعني اطيب واحلى احسن. هذا بالصيف ما يفيد، يعني حتى لو يصير ما بيه طعم.